الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نكمل الحكم التدريبي ونتكلم عن المكروه وعن المباح، ثم ندخل على الأحكام الوضعية. المكروه له وثان المكروه أو المبرر شرعا، هو طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستحباب. المكروه لغة هو مكروه، يعني أضاعف عليه الكرم، ولذلك لا يتجرأ عليه إلا متجرئ ويغفر الله لنا ذلك، لكنه لا يعاقب نفسه منه. فالمكروه لغة المكروه أو المبرر وشرعا هو طلب الكف لا على وجه اللزوم، لابد أن نطلع على الفرق بينه وبين المحرم. طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الكف يعني نهي، يقول الله يرى لا تفعل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشرب قائما، فهذا طلب الكف لا على وجه اللزوم، يعني ما بيعزمش عليك ان تفعل، لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. حكمه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه يعني من ترك المكروه فله ثواب القضاء، يعني لو علم ان الشرب قائما كما سنبين مكروه فلم يشرب الا جالسا اعطاه الله الصواب على ذلك، وان شرب قائما لا ياثم عند الله بالشرب قائما كان مكروها. اذا يزال فاعله ولا يعاقب تاركه. له صيغتان، صيغه مستقله بذاتها تبين الكرامه بتصريح الكرامه، والصيغه الاخرى صيغه الامر المصروفه بقرينه كما قلنا في ايش؟ ايوه المستحب ماله؟ أمر وتأتي قرينة تصريفه جل الأحكام، نفس الأمر صيغة تأتي للتحريم وتأتي قرينة تصريفه إلى الاستحباب. الصيغة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، إذا هذه كرامة يكره الله جل وعلا كثرة السؤال، إن لابد أن يدل المرء مع كثرة كلامه، وكثير من قول من كثر كلامه كثر فقره ورضى. الصيغة الثانية صيغة النهي التي للتحريم صرفت بقرينة للكراهة. إذا فالصيغة الأولى إن الله كره بالتصريح كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. أما الصيغة الثانية أن يأتيني تحريم نهي من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيني أو تأتيني قرينة تصرفه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين عن أنس أن الإنسان مر برجل يشرب قائما فقال له أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان. وهذه صيغة يعني بدلالة الاستنباط على التحريم ليس تصريحا. أما التصريح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، واقوى من ذلك انه امر من شرب قائما او من شرب قائما ان يستقيم، فهذه دلاله انه فعل محرما، فهذا جاء بالتحريم وجاءت قرينه اخرى صرفت التحريم الى الكراهه. هذه قرينه قرينتان، القرينه الاولى لم يوافق عليها الذين قالوا بالتحريم، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، فاولها الذين قالوا بالتحريم اول هذه القرينه لتاويلين، التاويل الاول ان هذه حاله خاصه ماء زمزم لشرف ماء زمزم، يمكن للانسان ان هو يشرب قائما ان كان ماء زمزم، لا لشرف ماء زمزم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم في مجهول البيان، والتاويل التاويل طويل طبعا ضعيف،
أما التأويل الثاني هو تأويل وجيه، وهو أن النسبة تزحم عليه الناس، وذلك كان يقول للعباس نزحوا لولا أن تتكالف عليكم الناس لنزحوا معكم، فتحم على النبي صلى الله عليه وسلم الناس فشرد قائما ولم يطلع منه. هذا التأويل تأويل قوي، لكن نقول عندنا قرينة أقوى من هذه القرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة، قربة غير معلقة، فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وهذه القرينة قوية، لأن النبي يستطيع أن يأخذ القربة وينزل ويجلس ويشرب، ما معناه عنده، لكن إذا شرب قائما فإنه يبين أن هذا التحريم الذي صدر مني ليس على التحريم لكنه على الكراهة. طب ما فائدته؟ فائدته أن يبين الناس أنهم لا يأتمون بالشرب قائما. طيب هل الإنسان يفعل مكروها؟ نعم، الإنسان لا يفعل حراما لكن يفعل مكروها، يفعل مكروها ليشرع للناس أو ينقل الشرع الله العالم للناس، هذا أصولية صحيحة، لينقل شرع الله للناس أن الذي يفعل الكرامة ليس بآثم. يتفرع على هذا أن الذي يفعل المكروه لا إنكار عليه، يعني لا تنكر عليه لكن تناصحه، ما في إنكار ما تهجره، لكن تناصحه وتبين له أنك إن فعلت المكروه واتهمت به فإنك لما حالك ستقع في الحرام. المثال الثاني أيضا للكرامة أنه جاء على التحريم وصلت إلى الكرامة البول قائما في فيلم المرحيل الآن لغة تدخل تكون قائما، هذا عجب يعني بعض الناس يقولون البول قائما حرام، خاصة هذه المرحيل اللي تحت اللي نراها يعني هي أقرب إلى الحرمة منها إلى الإباحة كما سنبين. البول قائما جاء التحريم، يعني جاء التحريم من الفعل، كما قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كما تقول النساء، أو قال من قال أن الإنسان بلى قائما فقد كذب، فإذا بلى الإنسان كان إذا بلى لا يقول إلا جالسا وقد نهى عن الجول قائما. وجاءتنا القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور أهل العلم بأن الإنسان كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن الإنسان أتى سبارة من قوم فبال قائما، أن الإنسان أتى سبارة بعد من سبارة أتى سبارة قوم فبال قائما، فهذا من فعل الإنسان، فضروا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرح النهي الذي هو على التحريم إلى الكرامة، هذا الجمهور. لكن التحقيق في المسألة الفقهية طالما عرجنا عليها أن التحقيق في المسألة الفقهية أن الذي يقول قائما يحرم البول قائما إلا إذا أمن الذي يقول قائما الغزال، إذا أمن الذي يقول قائما الغزال فلا حرمة عليه، فإن لم يأمن فهو عليه حرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير، ثم قال فكان الأول لا يستنزل وقال لا يستكبر من بوله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير، ثم قال فكان الأول لا يستنزل وقال لا يستكبر من بوله. لا يستكبر لا على كشف العورة، بل أنه لا يستكبر من الرذاذ الذي يعود عليه، وده تأويل لبعض أهل العلم وهو تأويل رايح ووجيه. فالذي يكون قائما إذا كان على مصلى والرذاذ لا يحمي نفسه منه يحرم عليه أن يموت، وهذا الحاصل الآن في هذه المراحيض، المراحيض الموجودة في كثير من المساجد لا يستطيع المرء أن يأمن من الرذاذ الذي يعود عليه، فيحرم عليه البول قائما في تحقيق هذه المسألة. ويدلك على ذلك أن الإنسان لما بال على صباح الكناس هذه الزبالة يرخر، ذلك قال رما قال إذا بال على أرض صباح يحرم عليه أن يقول قائما، وإذا بال على أرض رقوة يعني طين أو غير ذلك جاز له أن يقول قائما، هذا تحقيق الفقهي لهذه المسألة. المسألة الثالث للكراهة التي في الصيغة الثانية تأتي على التحريم ثم تصرف للكراهة، قضاء الحاجة عندما يقول بذلك قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة في المراحيض، يعني عند الساد مش في الخلاء، في الخلاء قولا واحدا يحرم، لأن سلم نهى عن استقبال القبلة وقال التقبيل القبلة ولا تستدبروها كما في الصحيحين، ولكن شرقوا وغربوا. فكان أبو أيوب رضي الله عنه هو الذي رأى الحديث ذهب إلى الشام فوجد المراحيض مستقبلة القبلة مستدبرة بيت المقدس، قال فكنا نستدير ونستغفر الله. فبهذا المراحيض مبالغ في الخلاء، غير المقصود انها قبل واحدة من زكاه في الصحراء لا يجوز استقبال القبله ولا استغفار. لكن بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم وقد فعل هذا المحرم بحديث عمر انه قال ارتقيت على بيت حفصه
بيت المقدس يستدبر القبلة يقضي حاجته، فغير الفعل سقط القول من التحريم إلى الكرامة. مفهوم هذا المثال أيضا يصح على صيغة التحريم التي تسرع بالقرينة إلى الكرامة، لكن التحقيق الفقهي في المسألة أنه يباح للمرء أن يستقبل أو يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة إن كان هناك ساتر، لأن ابن عمر فعل ذلك وجعل مؤخرة الراحل ساترا له، فقيل له قال له نافع أنا نهي عن ذلك، قال إنما ذلك في الصحراء والراوي أعلم بما روى. أيضا من الأمثلة التي جاءت الصيغ للتحريم والأسر في الكراهة الأكل من جميع نواحي الصحراء، لأن الإنسان قال يا غلام سم الله وكل بيمينك ها وكل مما يعني الرجل ما أكل من ماله أكل من مال صاحبه، هل على التحريم أم على الكراهة؟ الأصل لما يكون الإنسان ذلك فمن بلغه طلب رجله، لأن الأمر شيء نهي عن ضده، فهذا على التحريم هو يأكل من غير ما يليه. لكن جاءنا الطريق كما في الصحيح عن انس ان الانسان كان يتتبع الدباء، تعرفون الدباء؟ فكان الانسان يحب الدباء ويتتبعه. كراهتان، كراهه تحريميه وكراهه تنزيهيه. يقولون بان الكراهه التي ثبتت او الكراهه التحريميه التي ثبتت بدليل ظني. ما معنى بدليل ظني؟ حديث متواتر؟ يا اخوه يا واهمين غير متواتر. الحديث الآحاد ده يسمى دليل ظني، زي كده مثلا قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انتم نائمون والله. ها مثل هذا ده متواتر جدا لانه القران جاء بالتواتر. نحن نقول الدليل الظني والآحاد زي حديث كده كحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا يبيع احدكم على بيع اخيه. وفي روايه اخرى قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه. اريد نحويا يفسر لي الروايه الاولى قالت لا يبيع احدكم على بيع اخيه، الثانيه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه. طيب لكن انت كنا في حي وسط توصلت انت الحي مش حي غرب حي جنوب. انا اقول الروايه تقول لا يبيع احدكم على اخيه، والروايه الثانيه قالت لا يبيع احدكم على بيع اخيه. ايه الاولانيه نافيه والثانيه نافيه. انت مدرس العربيه؟ طب انت خريج ايه؟ اداب لغه عربيه. طب جغرافيا؟ يعني. هذا صحيح، هذا هو الصحيح. إيه؟ نعم أحسن. المهم صحيح أن لا تقول النهاية، فالنهاية تجزم ما بعدها بقى المطلع مجزوم بلا النهاية، فيقول لا يبع أحدكم. وأما الثانية لا نافية. طيب ماذا نؤولها؟ نقول هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا النافية دي خبر بمعنى النهي. مفهوم ولا لا؟ طيب هم يقولون إذا ثبت بالدليل الظني اللي هو حديث الأحاد لا يبيع أحدهم على بيع أخيه ده مكروه في لسان البخاري أحناه، مكروه لكن كراهة تحريم ولا مشاح بالاصطلاح. وافقوا الجمهور يقولون هذا محرم، البيع هذا محرم، وهم يقولون لا ده مكروه لكنه مكروه كراهة تحريم. وأما الكراهة الأخرى كراهة التنزيه كالوضوء من سوء السباع. طبعا صحيح واضح ان سوء السباع اختلف فيها القضاء اختلاف عظيم والصحيح الاباحه. ننتقل بعد ذلك الى المباح، انتهت المسائل التي تتعلق بالكراهه. طبعا اقول من التورع ان يترك الانسان المكروه. انت الان اذا تعلمت المكروه وعرفت كيف تثبت ان هذا مكروه، كيف تطبق عمليا دينا مش عمليا اصوليا، دينا تعبدا لله، تعرف المكروه فتجتنبه. لان بعض العلماء قال من توسع في المباح وقع في المكروه لا محال، ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا شبهات، فمن اتقى شبهات فقد استبرا لدينه وعرفه. دع ما يريبك الى ما يريبك. فالمكروه وجب على الانسان تعبدا لله ان يجتنبه قدر الامكان. الحكم الاخير في الاحكام الخمسه التكليفيه المباح لغة المعلن المأذون فيه، واصطلاحا هو ما استوى طرفاه، اصطلاحا
ما استوى الطرفان حكمه لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. استوى الطرفان لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. المباح صيغ رفع الجناح رفع الملام رفع الحرج كقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وقال فمن طول غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأيضا قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. كل ذلك مباح للأعرج أو المريض أو الذي له عاهة أن يتخلف عن الغزو والقتال وإن كان غزو جاد واجب. وأيضا قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. من المذكورات؟ من من النساء المذكورات؟ من من النساء؟ إما الكل مع إبراهيم وإما مع المتوفى عن زوجه. ما رأيك؟ أنت مع أي الجانبين؟ مع الاثنين؟ لا، هو توفى عن زوجه. زوجه يعني إيه تلقبان؟ حسنت، قد أوجزت وأجمعت الأدلة، وده صحيح. يعني واحد طلق امرأته الطلقة الأولى، قال لها أنت طلق الطلقة الأولى، أليست زوجة؟ أما قال الله تعالى ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة. لما؟ لأنها زوجة. يستطيع أن هو يدخل يقبلها لو قبلها ردها، أو يستطيع أن هو يقول رديتي. هي زوجة، فده لا يجوز، محرم عليه أن يعرض ولا يصرح. أما التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى، صح؟ بينونة صغرى يعني إيش؟ مرت العدة، فده ما يعرض يصرح. لكن بانت بينونة كبرى وهي ما زالت العدة له أن إيه؟ أن يعرض، صح كده ولا لا؟ صح، لأن العلة منتبه، لأنها ليست بزوجة. جمهور يقول بمسألة المتوفى عنها زوجها، خلاص؟ والله تعالى قال حتى يبلغ الكتاب هزم، فلأن الآية مرتبطة بالمتوفى عنها زوجها، يلحق بها التي تدخل البينونة الكبرى، أيضاً يلحق بها من؟ أحسنت، المخترعة. المخترعة أيضاً لا عدة لزوجها، العدة استمراء رحم فقط على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الخلع خلاف. هل هو طلاق او غير طلاق؟ والصحيح الراجح تفصيله من غير طلاق. الصحيح الراجح ان الخلع ليس بطلاق، الخلع فسخ، والعده حيضه واحده استبراء من الرحم، فيجوز له ان يعرض. مفهوم؟ لا جناح عليكم فيما عرضتم به، يعني يباح لكم التعريض للمراه المتوفى عنها زوجها او المخترعه او المطلقه طلاق بائن بينونه كبرى. هذه سير المباح. المباح تتعلق به مسألة واحدة وهي وإن كان لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن من فعل المباح بنية تجر النية هنا بقى. من فعل المباح بنية يساب عليه. ولذلك قاعد علماء الفقه قاعدة فقهية قالوا العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وجه الشاهد إنما الأعمال. وجه الدلالة الأعمال جمع، والجمع المعرف بالألف أو اللام يفيد الأمور. الأعمال الواجبة والمندوبة والمباح. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما يعني تقبل الأعمال عند الله بالنيات. يجلي ذلك لنا قول ابن مسعود بسند صحيح أنه قال ابن مسعود الغيبي، ممكن يكون واحد من الصحابين، قال احتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني بينام حتى يقيم الليل فيحتسب نومه. انا واحد ممكن يكون على الارجح عندي الان ابن مسعود الا ان تثبت انت العرش فينام. وايضا ممكن الموس يدخل لنا في ذلك وله سلف. الثوري كان ياكل كثيرا، ما كان يترك شارده ولا وارده من الصحراء، فكان ياكل كثيرا لما كان يعذبوه على ذلك، فيقول الدبه ان لم يعني لا تعطيهم. فإن كنت تأكل كثيرا فاحتسب أنك يعني تقوي جسدك للجهاد، يعني جهاد في سبيل الله إيش؟ جهاد الطاعة، صح؟ إن كان لم يفتح لك فجهاد الطاعة أنك تقيم الليل، أنك تصلي نوافل كثيرة. فمن يأكل كثيرا له أن يحتسب في ذلك ويتلذذ بالطعام، ويحتسب الأكل أن ذلك تقوي له بالطاعة. أيضا يعني كالسبق منها الآن لعب الكورة اللي يفعلون الآن، ولو كان السبب مسألة لا سبق إلى شيء اللي يوضع من أجل السباق المال يوضع، فممكن الآن الإخوة لو تلعب الكورة تحتسب إن هي تقوية للبدن وتقوية للجسد، فتحتسب ذلك
فلهم في ذلك الأجر. لكن طبعا كله لا يدخل ذكر الله ولما يأتي يقول يقول الله أكبر تقول لله الحمد ما يفعلون ذلك. لكن إذا فعلوا هذا وهم يحتسبون على الله أن هذه تقول للجسد حتى يتطور على الطاعة فهذا من الخير منك. هذه المسألة التي تتعلق بالمباح يبقى الأحكام الرباعية. إن صبرتم علينا طعمنا فيها ودخلنا وإن لم تصبروا نقف عند هذا وننظر في الأسئلة. نكمل الأحكام الرباعية عرفناها أنها خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالمراقبة. خطاب الشارع بيناه سابقا المتعلق بأفعال المكلفين بالمراقبة. الوضع معناه جعل الشارع شيئا أمارة جعل الشارع شيئا أمارة بشيء أو نعم من انتفائه أو وجوده أو بصحته أو بطلانه. المعنى الحكم الوضعي أو الوضع أن يجعل الشارع شيئا أمارة لشيء أو سببا أو شرطا لوجوده أو انتفائه أو صحته أو بطلانه. كقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وجعل الله جل وعلا الصوم جعل شهر رمضان علامة أو سببا للصوم وجعل الفرض مانعا نائب. إذا فنحن سنتكلم عن السبب والشر والمانع ونتكلم عن الصحة والبطلان. قبلها بدخل في مقدمة للأحكام الوضعية كلام على الرخصة والعزيمة. العزيمة هي القلب المؤكد عزم القلب القلب المؤكد كما قال الله تعالى عن آدم بعدما عصاه قال فنسي ولم نجد له أطفل ثاني. طيب قالها قبل بين السلف من يحيى بن معين ومن لا جد فكسر قلمه وكان الرجل أصلا يعني ما يترك المحدث. المحدث في مجلس التحديث يذكر الحديث الله حدثني فلان عن فلان وهد والآخر ما يريد الحديث غير منه لأنه هيطلب النزول. فقال قلم بدينار طبعا المضطرين ان هم نايمين ورا كله بيقولوا عليه فما ادري عندك بطلون او عندك طبعا دائم عندك اثنين طيب جزاك الله من اجل الدينار اللي ما يعني واحد على دماغهم. وراجع التعريف العزم او العزيمه هو قصد القصد القلبي المؤكد. لذلك قال تعالى عن ادم لما اتى من الشجره قال فنسي ولم نجد له عزما يعني لم نجد انه قصد متحريا للمعصيه. لا هو اخطا ولم اخطا حتى تاب وانال. لكن من الذي عزم واخطا وهو ابليس؟ احسنت. فالله تعالى بين لنا ان ادم اخطا وتاب وانال قال فلم نجد له عزما يعني هو لم يقصد ذلك مؤكدا طلب المعصيه. وفي الشرع هو الموجه او الامر الموجه على الحتم والالزام كالصلوات الخمس صوم رمضان حج البيت الزكاه كل ذلك عزيمه لابد انك تعملها. ما مش الانسان مش مخير فيه خلاص. الرخصه بالعزيمه. والرخصه لغه من التيسير والتسهيل كما قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر على التيسير والتسهيل. والرخصه في الشرع عرفها المحارب هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. ثاني ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. ثالثا الرخصه هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. ما شرع من الاحكام مثلا الصلاة قاعدا على حكم أن يصلي المرء قاعدا حكم ما شرع من الأحكام لعذر رجل كسرت رجله ما يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا ما شرع من الأحكام لعذر كسر الرجل صلى قاعدا مكسور رجله. طيب مع قيام المحرم إيش هو المحرم؟ حرمة الصلاة قاعدا لقول تعالى قوموا لله ولقول الإنسان صلي قائما فهذا عندما يحرم صدقه مع قيام المحرم لولا العذر يعني لولا وجود هذا العذر لامتنع الخروج. يعني لولا لا حرف وجود امتناع ولا حرف امتناع الوجود يعني لا يستطيع ان يصلي قائما فصلى قائما للعذر وهو الكسر مع قيام
المحرم يعني الدليل موجود اللي يحرم عليه المصلي قاعد. فقلنا ان التحريم محيا غالبا لعينه. ما هي العينه؟ المرض او الكسر، هذا العذر الذي اباح له ذلك. طيب لماذا الرخصه هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم دولة العذر؟ والرخصه تدور عليها الاحكام الخمسه، تكون واجبه وتكون مستحبه تكون مباحه وانه ممكن تكون محرمه يعني مكروه. تكون واجبه كاكل الميته في الصحراء عند عدم وجود الطعام بقيد لخوف الموت، كاكل الميته في الصحراء هذه تكون واجبه. والرخصه هنا تكون واجبه كاكل الميته للمضطر في الصحراء الذي ليس عنده طعام عند غلبة الظن بالموت او خشية الموت. يعني رجل ولد الميتة فقال انا اكل الميتة او المثال الحي، مش كان في بداية اتهدد وكان رجل معاه زوجته اجنبية تحت الانقاض فتبول هو وشرب بولا صح؟ لكن تعافت المرأة ان تشرب البول، يعني هي مرأة كافرة اصلا. لو قلنا ان هي مسلمة ولم تشرب البول وماتت ماتت آثمة، لان يجب عليها ان تشرب البول حفاظا على ايش؟ هذه ولا تنقض هذه من الطريق ولا تحقنوا انفسكم. فيجب عليها ان تاخذ بالرخصه. شرب البول حرام لكن عند الاضطرار حفاظا على الحياه يجب. فايضا الذي يمر بخنزير او بميته في الصحراء وما عنده طعام يجب عليه ان ياكل. طبعا عند الشافعيه غرفه جميله جدا، يكون لو كانوا خمسه وما وجدوا الطعام وعز عليهم الطعام وما وجدوا حتى الميته فاقترعوا ليقتلوا واحد منهم يشووه وياكلوه. فسامي كبيرش قدامه، يعني سامي محمد انور الاثنين اجتمع على ان هم يتسارعوا في الصحراء ما قدر منهم المتطوع ان ياكل اخاه، ما من يتطوع. لا ما ينفعش يتصارعان حتى ياكل احدهما الاخر. الغرض المقصود انه لا بد ويجب على المرء المضطر ان يعني يعمل كذلك. لكن خلاف جزء الوالد بعض العلماء ومنهم اهل البلد يقولون بان على القصد من السفر وجوب الرخصه يجب عليه ان هو ياخذ به، والصحيح الحقيقه انها مستحب ولا يجب. المستحب كالفطر في رمضان في السفر، قال فعدة من ايام اخر يستحب للمرء المسافر ان يحكم. وان كان الخلاف الفقهي الذي فيه طبعا خلاف الفقه عليه تعرفونه؟ طيب بعد الدرس خلينا نعرف. الثالث الاباحه، ايضا الرخصه تباح يعني يستوي فيها الطرفان، مثل البيوع والعقود التي استثناها الشرع من البيوع المحرمه، مثل مثلا السلم. السلم ادعى سند رمضان الى السلم هو بيع مثله مثل البيوع المحرمه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعلوم، نهى عن بيع السمك المعلوم، نهى عن بيع الغرر ومن بيع الغرر المعلوم. ففينا تحريم انك تبيع المعلوم اللي مش عندك. السلم ايضا انت بتبيعه مش عندك، حد يعرف السلم؟ حد يعرف السلم؟ السلم رجل فلاح يزرع تمر فياتي للبستان يقول له التمر ده جزاله مثلا في شهر ثلاثة، بيكون طوله كذا لونه كذا طعمه كذا كم كذا، يبقى جاي معلوم وزن معلوم في ايش؟ اجل معلوم، ويقول له 50,000 فيعطيه 50,000 ولما يجي وقت الجزاء ياخذه نفس المواصفات. لو سمع واحده اختلف طب ان هو يفسخ العقد، ده بيع السلم، ده بيع معلوم، يعني زي بيع معلوم من الحرام من السلم. لكن الشارع استثناه رخصه لمين؟ للحاجه. تمام؟ فهذا استثناء ايضا استثناء الشرع من اجل الحاجه. ومثله الاستثناء ده يعني هذا قول تحريم، هذا التفسير ان شاء الله هنتصل بيهم. رابع الكرامه، الكرامه عند بعض جمهور العلم كالاكل من الميته حتى الشبع. رجل في الصحراء ما وجد شيء الا ميته، قلنا يجب عليه ان هو ياكل ما يسد الرمق، لان الضرورات تبيع المحظورات وتقدر متغيره في القاعده الفقهيه. يعني بعد ذلك وصول فقه تقدر القاعده الفقهيه الاهم. فتقدر متغيره ان هو يسد عنه الموت، يدفع عنه الموت فقط. لكن الامام مالك عنده أنه له أن يأكل حتى الشبع، لكن على الكرامة، بل يأخذ ويحمل معه الرجل، فدي تكون على الكرامة. وأيضا يحرم ترك الرخصة، لأنه بعض العلماء قال من ترك الرخصة فقد تنطع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.